لا ليس حقا، أنا في 29 من عمري. أجل صحيح. إذا سيد جورو، أجبني من فضلك، ما الذي سيحدث لي؟ مهلا. أجل أجل، إنه قادم، إنه قادم. ما هو؟ روح نبيلة ستأتي من الشرق. أوه الشرق؟ أوه أين ومتى ستأتي؟ اليوم سيزورك شخص ما من الشرق وسيفتح أمامك الطريق، ابذلي كل ما بوسعك للتمسك به. إذن إنه رجل من الشرق؟ الشرق، الشرق، هذا يعني الروح النبيلة، الروح النبيلة. هذا أنت؟ ألست أنت فتاة حفل الزفاف؟ لا، أنت مخطئ. كيف؟ ماذا تفعل هنا؟ ما يعني أنها قد تكون ابنة البروفيسور؟ هل أنت آتٍ من الشرق؟ مكتبنا يقع في غانغنام. يا للأسف، يجب أن تنفصل عن حبيبك، تبدو لي مخدوعا. إنها فعلا مجنونة. ألو نعم؟ هل أنت المصممة جينا التي صممت الطاولة الشخصية؟ أجل، أنا جينا، من الذي يتكلم؟ أتصل بك من متجر نايس، هلا مررت بمتجرنا لو سمحت؟ أجل، سأتي حالا، انتظرني. أوه. أنا آسف جداً. شخصياً وجدتها سلعة استثنائية، لكن المسؤولين وجدوا أنها ليست رائجة، لذا طلبوا مني إلغاء الاتفاقية. يمكن أن أتوصل إلى تسوية، كما يمكنني أن أقوم بتعديل التصميم ليناسبكم. لا، لن يكون هذا ضرورياً آنستي. أنا أعتذر منك. لكن سيدي. شكرا. أين تود تناول الطعام؟ أينما تريد، لا فرق عندي. جين هو. أتعرفان بعضكما؟ أكثر من معرفة، والد جين هو الراحل كان صديقي المقرب، قلت لك بأن تأتي لزيارتنا وتعتبر منزلنا كمنزلك تماما. لم أرك منذ وقت طويل. أجل، لماذا أنت هنا؟ علي الاهتمام ببعض الأعمال. حقا؟ كنا ذاهبين لتناول الغداء، انضم إلينا. هل تمانع أن تناول الغداء معنا؟ هذا الشاب بمثابة ابن لي. لا أستطيع، سأعود في وقت لاحق. أجل، هذا أفضل. آمل أن تقوم بتقديم عرض جيد لمتحف دام. طبعا سأنتظر ذلك بفارغ الصبر. أن أذهب؟ طبعا. من الجيد أن يملك الشباب طموحا، لكن عليهم أيضا معرفة أن هناك حدودا بين الشغف والتسرع. أصدي لك نصيحة فخذها بعين الاعتبار. Thank you.
إذا غادر المدير تشوي برفقة المدير العام، هل سيمارس أساليبه الماكرة للحصول على المشروع؟ وماذا عن مبنى سانجوجاي؟ لن تصدق، للأسف هذا هو الفشل الذريع بكل معنى الكلمة. ما الذي تعنيه بذلك؟ أتذكر الفتاة؟ تلك التي انفصل عنها شانغريول، والتي صممت قطعة الأثاث الغريبة تكون ابنة بارك جولهان. ماذا؟ المبنى كان مقفلاً على مدى 30 عاماً. أتظن أن تلك المعتوهة ستسمح لنا برؤيته؟ انسى ذلك، لا فرصة لدينا. اسمع، أنا مصمم على الفوز أكثر. وأنا أيضاً لم أشأ أن يحصل هذا. أمي، أبي ترك الأمر على ما هو عليه؟ حسناً إذن. ها؟ للصراحة ما زالت أمورنا متوترة، ستأتينا عندما تستقر الأمور. أجل، أجل، هل تأكلين الأرز البني؟ إنه يكلم والدته الآن سيدتي. عليك أن تداومي على تناوله، أجل، فهو يفيدك. إنها والدة هينيا. أمي، والدة هينيا تتصل بي. أجل، سأكلمك لاحقاً. حسناً. أهلاً حماتي، حفل الزفاف كان مذهلاً بالتأكيد. شهر العسل؟ كان الله في قررنا تأجيله. حماتي امرأة متطلبة جداً. بما أن كلينا مشغولان. مكانه لهرب. أجل. ماذا؟ حقن بوتوكس لتظهر في الزفاف؟ طلبت منك التوقف عن فعل هذا، وإنها تضر بصحتك. أين أجريتها؟ إنه والدك. حماتي، أبي على الهاتف، سأتصل بك لاحقاً. اتفقنا؟ أجل أبي. أين كنت تختبئ أيها العاق؟ أنت قلت لي إنه علي التواري عن الأنظار. ماذا قلت؟ يا للهول. إن جين هو يضع مشروع متحف دام نصب عينيه. ماذا؟ يقحم نفسه مجددا؟ وهذه المرة لن نتمكن من الفوز بالمشروع بالأساليب نفسها. المدير تشوي هو وريث مجموعة MS، لذا لن يحتاج إلى التنقيات أو الرشاوة. أبي، أنا لن أخسر أمام أحمق مثل جينهو. وبخصوص ما حصل مع هينيا، قلت لك ألا تذكر اسمها ثانية. اسمع جيدا، حاول أن تجمع لي كل المعلومات عن السيد شوي. فيما يخص ماذا بالتحديد؟ فيما يخص عاداته كلها، أماكن تواجده، علاقاته، نقاط ضعفه، نساءه. جين هو، استعد جيدا، هذه المرة ستكون المعركة الشرسة. بحذر، انتبه. علينا وضع خطة جديدة. من أين نبدأ؟ يجب أن أجد مونه. هاي، كيف تنوين إيجاده وليس له عنوان؟ ماذا أفعل؟ الحل هو أن تقوم بتأجير غرفة هينيا. هل أنت مجنونة؟ تريدينني أن أدع غرباء يسكنون في مبنى سانغوجاي؟ مستحيل، لكان والدي قتلني. هاي، إن أردت المحافظة على المبنى فهذا هو أفضل حل. أم من أفكار أخرى؟ لا أبدا. سوف نضع إعلانا.
من هذا؟ لقد وصلنا، استيقظي. ونهو، توقف. هاي ونهو. أوه. هاي توقف، توقف، قلت لك توقف، لن أؤذيك، توقف، دعنا نتكلم. ونهو، أنت، قلت لك توقف، توقف ونهو، توقف، توقف. حياتك العاطفية معقدة. ماذا تفعل هنا أنت؟ أنت بخير؟ من فضلك الحق به، الحق به ونهو قبل أن يهرب. هيا هيا سيهرب. هيا دولار. ها؟ كم تبقى من المبلغ؟ لم تنفقه كله، لابد من أنه معك. كم تبقى معك؟ ها؟ أعطني الباقي. لقد أنفقته. ماذا؟ ماذا سأفعل الآن؟ ماذا سأفعل؟ كيف تمكنت من إنفاق كل المال؟ هل كنت تأكل جيدا؟ كل طعامك ببطء، لا أحد يطاردك الآن. أنت أحد الذين يطاردونني. اخفض عينيك ولا ترمقني بهذه النظرة وإلا صفعتك. ألم يتبقى معك شيء؟ أبي قرر أن يأتي قبل أشهر من موعده، فما الذي سأفعله الآن؟ هل تعلم مدى يأسي؟ حتى إنني عرضت غرفة هينيا للإيجار. إيجار؟ أنا أحتاج أن أذهب إلى الحمام الآن. ها؟ حسناً، أسرع، هيا. هل أنت غبية؟ إنه يهرب الآن. كن مطمئناً، هو ليس من النوع الذي يكذب. هاي هاي أنت ونو. هل أنت دائماً هكذا؟ ماذا تقصد؟ تثقين بالآخرين ببساطة. إنها حالة مزمنة. أنت بخير؟ هل بإمكانك المشي؟ أنا بخير، ما من دحن لزيارة الطبيب، فهذا مكلف. سأخذك أنا، تمسكي بي. هناك شيء مريب فيه. شكرا. هيا سأوصلك إلى المنزل. لماذا تعاملني بلطف؟ ها؟ لقد أمسكت بيونهو لأجلي ودفعت أيضا للطبيب، والآن تريد أن توصلني إلى المنزل. ما استخلصته من لقاءاتنا لا يدل على أنك شخص ودود. حسنا، لا بأس، عليك فقط أن تقولي. شكرا لك. سأرد لك ثمن المعاينة. لا أريدك أن ترد الدين بالمال. إن كنت حقا ممتنة لي، أريني مبنى سانغوجاي من الداخل. كيف عرفت اسم منزلي؟
والدي من أرسلك؟ الاسم مكتوب فوق المبنى على لافتة، وأنا لا أعرف والدك. إذن لما تريد رؤية منزلي؟ قلت لديك غرفة للإيجار. شكرا لما فعلته لأجل هذا اليوم، سأرد لك جميلك في يوم من الأيام. لا حاجة لذلك، فقط أريني المبنى. منزلنا مقفل دائما أمام الغرباء. شكرا. إذا لماذا عرضت الغرفة للإيجار؟ ليس لدي أي نية في تأجير الغرفة لك. يبدو أنه لا يفهم شيئا، يا له من سافل. أرجوك فكري بالأمر فقط. استخدمت المنزل كضمان للحصول على قرض؟ هذا أمر لا يعنيك على الإطلاق. الآن فهمت، قمت باستدانة بعض المال، والآن سوف ينتهي بك الأمر بخسارة منزلك للمرابين. سبق وقلت لك إن هذا الأمر لا يخصك. لماذا تصعبين الأمر على نفسك؟ أجريني الغرفة وبالمال سدد الدين، الأمر بغاية السهولة. لا يمكن لامرأة أن تقوم بتأجير غرفة في منزلها لرجل. من المرأة؟ أنت؟ أنت هنا؟ أين ونهو؟ كنت أعلم ذلك، لقد وضعت الطاولات المرتجعة في الخلف. شكرا. ألست أنت من حفل الزواج؟ كيف يعقل أن تكونا سوياً؟ أظن أنه عليك المغادرة، دعينا ندخل. أرجوك فكري بالأمر. أيها السيد، أنا لا أعرف عما يدور الموضوع، لكنني سأقنعها، لذا انتظر هنا فحسب. ماذا حصل لرجلك؟ كنت أطارد ونهو والتوى كاحلي. إذن ذلك الشاب يريد استئجار الغرفة؟ أجل، ولكن ما المشكلة؟ هذا جيد ومثالي. أنت تملكين الغرفة وهو النقود. لا تكوني سخيفة، لا يمكن أن أعيش مع رجل غريب تحت سقف واحد. لقد رأيته مرات عدة، فإذن هو ليس غريبا ولا داعي للخوف. ماذا؟ ليس عليك أن تقلقي من أن يهاجمك أو يقترب منك. بالنسبة له أنت مجرد حجر أو قطعة خشبية. أتظنين؟ لا بل متأكدة. وما الجيد في تأجير الغرفة لفتاة؟ هين يا فتاة وخانتك. اسمعي، أجريه الغرفة، وإن لم يعجبك الأمر أعيدي له ماله وترضيه. جينا، الحصول على صديق شاذ أمر مذهل. أو انظري، أنا مهووس جدا بهذا. انظري هنا. جينا، بشرتك تحتاج إلى الكثير من العناية. سيدي ادخل، هيا بسرعة بسرعة. تفضل. ألقي نظرة على المكان. موسيقى
مرحبا. لقد أتيت. مرحبا. أجل، ماذا جرى معك؟ ماذا حصل؟ أخبرني. استأجرت غرفة. غرفة؟ لماذا؟ أبسبب هيمي؟ أجل، بسببها ولشيء آخر. أين تقع؟ تخيل، في سانغوجاي. ماذا؟ سانغوجاي؟ حقا؟ جون، سأسكن في سانغوجاي. كيف فعلت ذلك؟ اسمع، لا تدع هيمي وتايهون يعلما بهذا الأمر، اتفقنا؟ أنا جاد. بالطبع لن أعلمهما. أنت حقا عبقري. هل يمكنك الانتقال مباشرة؟ أجل، هيا. جيد. مرحبا. ماذا؟ ما الذي يجري؟ فلينصرف الجميع. ما الأمر؟ شكرا سيدي، إلى اللقاء. انتبه إلى المكان. ما الذي يحصل؟ ماذا هناك؟ أحسنتِ. ما من داعي للتصفيق على الإطلاق. سوف أعيش مع رجل غريب تحت سقف واحد، وهذا غير ملائم. كما أن تجاربي معه كانت كلها سيئة. هاي، لا تعقد الأمر، فهو وسيم. ماذا؟ جينا، إن كان الرجل جميلاً فينبغي أن تغفري له خطاياه. تلك المؤخرة المشدودة لو كان بإمكاني لمسها. أجل، إنها مشدودة، فحين لمستها لم تتسع بين يدي. هاي هاي هاي، يفترض بك أن تشاركيني، فأنا بمثابة أختك. ألا تذكرين؟ يا سيدة، لديك ولد يدعى جون هيوك، وأنت تعرفين تماماً لما وافقت على تأجيره الغرفة. هل أنا أحلم أم أن هذه حقيقة فعلاً؟ وأخيراً سنتمكن من الدخول إلى سانغوجاي. لهذا وافقنا على العيش مع تلك الخرقاء. ربما هي خرقاء كما تقول، لكن انتبه، قد تكون مهتمة لأمرك. فما الذي يجعلها تؤجر غرفة في منزلها لرجل لا تعرفه؟ صحيح. أجل أجل، اسمع، افعل كل ما بوسعك، اترك باب الغرفة مفتوحاً، احرص على البقاء نظيفاً وأنيقاً، وعند اللحظة المناسبة تذكر عليك أن تضحي بنفسك لأجل الشركة. إن أفكارك مرعبة حقاً. ليست كذلك. سبق وأعطيتها مؤخرتك، وهذا سيجعل الأمور أسهل، فهمت؟ جون، احمل هذا. حسناً، بالطبع، فأنت شخص مهم جداً. أتيت إلى هنا في السابق. أجل، كما تعلمين هناك يا أنستي. يبدو لي أنكما تعرفان بعضكما. أجل، هذا صحيح، نعرف بعضنا. فهو شخص نادر يصعب إيجاد مثيل له. ولكن كيف عرفت بأننا نعرف بعضنا؟ للصراحة لفت ما نظري هذا كل شيء. آمل ألا تكوني معجبة بجين هو. سانغ جون، لا تكن سخيفة. أنتما شابان منفتحان. لاقي قيود كثيرة فيما يخص المساحة الاجتماعية، فقط الصور ممنوعة، فوالدي لا يسمح بها. الثلاجة والغسالة ستكونان مشتركتين بيننا، بالإذن. مهلا لحظة، هناك بعض الإجراءات التي علي اتخاذها. حقا؟ المنزل تعمه الفوضى، وفي الفترة التي سأعيشها هنا سيكون عليك المحافظة على مستوى من النظافة. أرى أنك لا تحرصين على نظافة بيتك، كما أرى أوعية النودلز الفارغة متناثرة في كل مكان. لا تقتربي من الطعام الذي سأضعه في الثلاجة، وأيضا احرصي على ألا تختلط ملابسي بملابسك في الغسالة. أفترض أنك تملكين حداً أدنى من الحضارة. حقاً؟ إذاً دعنا نتكلم بتفاصيل كل شيء. سيد جين هو، احرص على عدم القيام بأي أعمال مخلة بالأداب، وإن تجاوزت حدودك. ماذا ستفعلين؟ سأقوم بتقطيعك. ماذا تقطعين؟ سأقطع الجزء الذي استخدمته. مزاحك مبالغ به كثيراً. مزاحك فريد من نوعه.
أجل أجل. إذا لما لا ننهي موضوع التوقيع الرسمي عند هذا الحد ونعمل على الحفاظ على علاقات جيدة؟ شكرا. نحن نتطلع إلى ذلك. سنتأذى إذا أغضبتها في هذه المرحلة. ألم ترى حالة المنزل؟ هذه إهانة لمبنى سانغوجاي. ماذا حدث؟ آي. ماذا؟ دعني أرى. جينو جرحت رجلك جرحا بالغا. إيه. اجلس سأهتم بالأمر. أنا بخير. هيا اخلع سروالك سأجري لك الإسعافات. أنا بخير. ماذا هل تخجل مني؟ سبق ورأيت كل شيء. قلت لك أنا بخير. سيلتهب جرحك. أخائف من الألم؟ سأنظفه. أي أنا بلوف. بخير. أنت تتصرف كالأطفال. كن لطيفا. أنا أفعل ذلك بنعومة وأفعل هذا لأجلك. حسنا سأضعه بنعومة أكثر. ها نحن ذا. هيا لك الجبان. أصمت. تعالي. أصمت. لا تتجسسي عليهما. أنت حقا غير معقولة. حتى فعلت الخير في حياتك. هذا الشاب هو حقا نعمة حقيقية. أريد الانتقال أيضا إلى هنا. يتكلم عن الترتيب والنظافة وما إن غابت الشمس حتى بدأ بأفعاله القذرة والبذيئة. القذرة والبذيئة؟ كوني ممتنة. مهما يكن أنا أشعر بالأسف تجاه حبيبه المسكين. لماذا؟ يمارسان الحب؟ لا فكرة لديك عن فسق ذاك الشاب. في إحدى المرات رأيته برفقة شاب هزيل تركه وحده في الفندق. أوه حقا؟ ماذا كنت تفعلين هناك؟ لدي أسبابي. تعتقدين بأنه سيأتي إلى هنا؟ أود رؤيته. سأضع بعض القواعد الأساسية لكي لا يجلب شباباً إلى هنا من كل حدب وصوب. أين يظن أنه يسكن؟ هل ارتكب جريمة؟ إن أحب أحداً؟ هل الحب جريمة؟ يا لك من منحلة. من الأفضل أن أذهب الآن. أعتني جيداً بعزيزي جينهو. أجل لا تقلق. إلى اللقاء. لا تقلق بشأن أي شيء. إلى اللقاء. مع السلامة. سيدي متى تعتقد أن الشاب الآخر سيأتي؟ عفوا سيد جينهو، هناك أمر عليك أن تأخذه بعين الاعتبار. وذن إنها فقط تريد أن تتمنى لكما الأفضل في علاقتكما. عما تتحدث؟ يرجى من جميع المسافرين على متن الخطوط الكورية التوجه إلى الممر رقم 75. هينيا ماذا تفعلون؟ هذا منزلنا الزوجي. هينيا عد إلي أخيرا. مجنون، عن أي منزل زوجي تتحدث؟ اخرج من هنا. ليس لدي مكان آخر، والدي طردني. لكن هو من اشترى هذا المنزل. أنت مثير للشفقة فعلا. انهض هيا. ماذا؟ هذا السرير هو هدية من جينا. انهض عنه. هاي مجنونة. فكري لو علمت أنك سرقت منها حبيبها ما كانت لتهديك إياه. وذلك الحبيب هو أنت؟ الغطاء لي والوسادة. وهذه البيجامة اخلعها.
حسناً، تعتقدين بأنني لن أخلعها؟ حسناً، عرفت الآن كيف أعاملك. هيا أخلعها فوراً. خذيها، لا أريدها. هيا هيا خذيها. ملابسك الداخلية مثيرة للشفقة. وما خطب ملابسي؟ ماذا عنك؟ ماذا ترتدين تحت القميص؟ الملابس التي أحضرتها لك من فرنسا يمكنني رؤيتها. أخلعيها الآن. سوف أخلعها في الحال وأعيدها إليك. مهلا لحظة، هل تضعين أحمر الشفاه الوردي؟ أنا من أهديته لك، أتذكرين ذلك؟ هي هي، خذ أحمر الشفاه أيضا. أنت تزيدين الأمور سوءا. بما أن هذه شقتي لا يمكنك الوقوف هنا. أنا اشتريت جهاز تنقية الهواء، فلا تتنفس. الرجاء ترك رسالة بعد سماع الصافي. لا تقلقي، سأحاول الاتصال به. عادة هو يرد على اتصالاتي. جين هو؟ لا يمكنني التكلم الآن، سأتصل بك لاحقا. لماذا؟ ما الذي يجري؟ أين أنت؟ سأقفل الخط، سأشرح لك لاحقا. ألا يمكنك أن تشرح الآن؟ أوه، هيا حاول أن تشرح لي. ما الذي تفعله هنا؟ كان الظلام دامسا ولم أجد غرفتي. تتذكر القوانين التي وضعتها، أليس كذلك؟ القوانين؟ هل قصوت عليه؟
هل أعجبك العرض؟ أخفضي صوتك، لست وحدك هنا. هاي، من هو هذا الرجل؟ وما شأنك لتسألي؟ جينا، كيف يمكنك أن تتخذي رجلا كشريك في السكن وليس أي رجل بل شاب يافع؟ ماذا؟ هل تريدينه أيضا؟ ستسرقينه؟ لم أسرق أحدا يوما، يأتون بإرادتهم. ذاك الشاب لن يأتي إليك مطلقا. ولم لا؟ في خلال لحظات يمكن أن أخضع أي رجل. أنت الذي مجددا يكون أسهل من أن تحصل عليه. حقا؟ فلنرى بهذا الشأن. لن تنجحي. عليك أن تعلمي أنه شاذ. شاذ؟ أجل، ولكنك بارعة في إغواء الرجال. حاولي إغواءه الآن، وما أدراك، ربما يخضع لسحرك ولجمالك أيضا. أنت تكذبين. لم أتعود أن أكذب في وجه الناس. هل تظنين أنني مثلك؟ بالتأكيد لست مثلي، فأنا لا أخرج مع رجل شاذ. أنا لا أخرج معه أبدا. أنا فقط أجرته غرفتك لأن العيش معه أفضل من العيش مع فتاة مخادعة مثلك. ما يهمك هو راحتك، لذا أنت تقابلين دائما الرجال وأنت ترتدين هذه الثياب الرثة والبالية. أي نوع من الرجال سينظر إليك كامرأة؟ لا تلوميني على سرقة حبيبك ريال، بل فكري بما فعلته أنت ليتخلى عنك. ارحلي من هنا، لم يعد لدي أي طاقة للحديث معك. ارحلي من هنا. تعلمين أنه لا مكان آخر أذهب إليه. كيمينيا، هل ولدت لتكوني نموذجا للمذلة والعار؟ معقول؟ تغيرت كثيرا وأنت كنت السبب. قلت لك بأنه لا مكان آخر أذهب إليه. اسمعي، إن لم ترغبي في أن تسوء الأمور أكثر، ارحلي في الحال. حسناً، كلتانا تحتاج وقتاً للتفكير. لا رغبة لدي في التفكير في هذا بعد الآن، لذا من الأفضل ألا نرى بعضنا من جديد. سأرحل لفترة قصيرة. يا لك من سافلة، لقد حطمت قلبي. ما الذي قلته عني؟ ماذا؟ لقد قلت إنني شاذ. أنا آسفة. أتساءل ما نوع تركيبة العقل التي لديك لتتفوهي بكلام كهذا بتهكم وإهمال. أعرف أنك تريد إبقاء الأمر سرا، لقد كنت منفعلة جدا وزل لساني، ولكن الأمر ليس سرا، الجميع يعرف ذلك. أنت جادة؟ أتفهم الأمر جيدا، لذا لا تقلق أبدا. أعني أتفهم الأمر إن كان هذا ما تفضله، ولكن تعدد العلاقات. تعدد العلاقات؟ شريكك الذي أتى أمس والفتى الذي رأيته في الفندق، من الأفضل لك أن تختار رجلا واحدا فقط. ألديك فكرة عن ألم جرح الحب؟ من لم يجرح لا يعرف مقدار الألم. لا تفعل هذا بي، ذنبي الوحيد هو الحب. إن حياتك العاطفية صعبة. يبدو لي أنكما تعرفان بعضكما. عليك أن تعلمي أنه شاذ. أعطيني رقم هاتفك. ماذا؟ رقم هاتفك الخلوي. 010-89-029. لماذا؟ 029. هذا رقم حسابي. أودعي نقود الإيجار هنا.